السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مجددا في قناتي. في الفيديو الأول شفنا كيف نشغل الجهاز وكيف نمشي العينات، في فيديو اليوم حنشوف كيف نسوي الكاليبريشن وكيف نسوي الكنترول. اللي ما حضر الفيديو الأول يروح يشوفه ويجي يتابع معانا، واللي عنده أي سؤال أو استفسار يسألني في الكومنتات وأنا حجاوب عليه. يلا للشرح. اليوم حنتعرف على الكاليبريتور والكنترول. كرتونة الكاليبريتور ايش يجي فيها؟ يجي فيها المحاليل هذه والبامفلت والباركود هذا. مهمة انه نخلي الجهاز يتعرف على الكاليبريتور هذا، حوريكم كيف على الجهاز. الكاليبريتور في نوعين، في كاليبريتور يجي جاهز في فايل زي كذا، جاهز محضر، مجرد انك انت تخرجه في الروم تمبريتشر وتحطه على الجهاز وتعمل له ستارت. وفي نوع ثاني زي كذا يجيك باودر، حتحضره عبارة عن 1 مل من الديستل ووتر، حتحضروا الكاليبريتر 1 حتحطه في 1 الأبيض في الأبيض، والأسود كاليبريتر 2 في الكاليبريتر 2 في الأسود بنفس الطريقة، 1 مل ديستل ووتر. هذا بالنسبة للكاليبريتر. بالنسبة للكنترول، الكنترول برضو بيجي باودر زي كذا، محلول الأول حتحط فيه 3 مل من الديستل ووتر، والمحلول الثاني برضو 3 مل، وهذا حتحطه بعد ما تذوبه كويس حتحطه هنا، والثاني برضو بنفس الطريقة. الكرتونة فيها البامفلت وفيها الباركود، في 2 باركود زي كذا، باركود 1 باركود 2، حوريكم كيف تمشوه على الجهاز عشان يتعرف عليه. كيف نسوي كاليبريشن على الجهاز؟ المحلول اللي يكون محتاج كاليبريشن يظهر لنا باللون الأصفر زي كذا، مثلا عند الفرتين محتاج كاليبريشن. الكاليبريشن يتم بطريقتين، الطريقة الأولى باستخدام الفايلز، والطريقة الثانية باستخدام السامبل كابس. بس قبل كذا لازم نعرف الجهاز على الكاليبريتور باستخدام الباركود هذا، حنحطه هنا. حتيجي هنا في كاليبريشن، حنيجي انستول، حتعمل سكان باركود، كده حيتعرف لنا على الكاليبريتور الجديد. مجرد يصير ستاند باي هتيجي تلقاه هنا الكاليبريتور الجديد اللي انت عرفته الان، مثلا هذا الالفا فيتو بروتين مكتوب عليه اللوت نمبر. كده عرفنا الجهاز على الكاليبريتور. حنيجي هوست، حنيجي سامبل تراكنج. الطريقه الاولى حنحط الفايروس مثلا كاليبريتور 1 في بوزيشن 1، كاليبريتور 2 في بوزيشن 2، وحنقفل. هتعمل سامبل سكان، نتعرف الحين على الكاليبريتور حسب البوزيشن. كاليبريتور 1 كاليبريتور 2، كده الجهاز اتعرف على الكاليبريتور. كاليبريتور 1 كاليبريتور 2، حتعمل ستارت. الطريقة الثانية قلنا باستخدام الكبس، في حال انه عندك مشكلة مثلا في الفايلز هذه او في الباركود، من هنا عندك مشكلة في الباركود، او مثلا ما كان عندك المحلول وجبته من اي واحد تاني، او اخذت منه شوية يعني جبته من اي واحد تاني حطيته هنا في الكب بس ما عندك باركود، فكيف تمشي؟ حنيجي في الكاليبريشن، حتيجي في كاليبريتور، حتيجي بوزيشن اساينمنت. هنا البوزيشن اللي انت حتحط فيه الكاليبريتور، يعني مثلا اذا تبغى تمشي مثلا تي اس اتش، حنختار مثلا كاليبريتور 1 نعمل له اساين في بوزيشن 1، كاليبريتور 2 في بوزيشن 2، وحنعمل اوكي. حتيجي هوست سامبل تراكن، حتلقى الكاليبريتور اللي انت حطيته هنا. كاليبريتور 1 مثلا حتحطه في بوزيشن 1، وكاليبريتور 2 حنحطه في بوزيشن 2 بنفس الطريقة. حنقفل، مجرد حتعمل ستارت كده مشي معاك الكاليبريتور. هذا بالنسبة للكاليبريتور. بالنسبة للكنترول بنفس طريقة الكاليبريشن، الكنترول في الغالب يتكون من محلولين، ما عدا في حالة الـ HIV يتكون من 3 محاليل وفي 2 باركودز. حنيجي كواليتي كنترول،
هتيجي انستول، هتحط الكارد هنا، هتعمل سكان باركود، كده تعرف على الكنترول الاول. الكنترول الثاني بنفس الطريقة، هتحط الباركود هنا، هتعمل سكان، كده تعرف على الكنترول 1 وكنترول 2. الفرق بين الكاليبريشن والكنترول، في حالة الكنترول إذا مثلا عندك المحلول هذا ما تبغى تسوي له كنترول، الفرتين مثلا، هتعمل له inactivate من هنا، كده صار مو مفعل معك. في حال انه مو مفعل تبغى تفعله، تبغى تسوي له كنترول مثلا، هتيجي تضغط عليه وهتعمل activate. هذا الفرق بينه وبين الكاليبريشن. بنفس الطريقة هنيجي هنا sample tracking، هتحط الفايل الاول او كنترول 1 في بوزيشن 1 او اي بوزيشن طالما الجهاز بيقرا الباركود، بس طبعا حيكون في الغالب في بوزيشن 1 بوزيشن 2 في بدايه اليوم حتسوي الكنترول، واذا في محلول يحتاج كاليبريشن حتسوي له كاليبريشن. حتقفل الغطاء وجينا هنا السامبل تراكنج، حتعمل سامبل سكان عشان يتعرف على الكنترول بنفس طريقه الكاليبريشن. كده تعرف على الكنترول، هتعمل له ستارت لين ما يخلص وتشوف النتائج. وبكده نكون خلصنا اليوم شرحنا العمل المبسط عن الكوبس A4-11. تابعونا في فيديوهات قادمة وأجهزة جديدة، بس لا تنسوا تعلقوا في الكومنتات بأسئلتكم ومقترحاتكم، والسلام عليكم.